كان ولا يزال الانضمام للأهلي هو حلم عشرات الألوف بل ملايين من الأطفال والشباب. كان وسيظل الأهلي هو الشغف والاهتمام الأبرز لهؤلاء الأطفال والشباب بأن يكونوا ضمن منظومة نادي القرن في إفريقيا. لذا فإن اهتمام إدارة النادي بتوسيع طرق التواصل مع جماهير الأهلي وعشاقه ومحبيه في كل مكان من أرجاء المحروسة وخارجها لمساعدتهم في تحقيق حلمهم وطموحات أبنائهم بافتتاح أكاديميات في كل محافظات المحروسة بل وخارج البلاد. اهتمام خاص من إدارة النادي بالأكاديميات، محطة مهمة لشباب صاعد يساعده الأهلي على الاهتمام بموهبته وصقلها ونقلها إلى مكانة يستحقها. أكاديميات الأهلي برئاسة الكابتن عبد المنعم شطة ومساعديه وعلى رأسهم الكابتن فوزي سكوتي لديها خطة عمل طويلة لتحقيق أحلام النادي وجماهيره، وبالفعل تم افتتاح فروع جديدة في محافظات مصر. اليوم معنا الكابتن فوزي سكوتي في الأشبال لنتعرف على خطط أكاديميات النادي ودورها الكبير في مصر وخارج البلاد. أهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيفي وضيفكم نجم الأهلي السابق والمشرف العام على أكاديميات النادي الأهلي بقطاع القاهرة النجم الكبير كابتن فوزي سكوتي. منورنا كابتن فوزي. كابتن أسامة حبيبي وحشنا. أنت اللي وحشني، بقالنا كتير قوي ما تقابلناش. وأنت يعني من الشخصيات الجميلة اللي أنا بعتز بيها طبعا، لأنك أنا بعتبرك زي ابني اللي ربيتك في النادي الأهلي برضه ولعيب. كان الكابتن فوزي سكوتي مدربنا مع كابتن شطة وإحنا 15 سنة و16 سنة و17 سنة. كان أحلى أيام، وأنتوا كنتوا ما شاء الله، أنت وكان حسام غالي وعماد متعب ووائل شيت وشريف إكرامي، مجموعة كانت كبيرة ولعيبة لعيبة ما شاء الله، يعني الواحد كان مبسوط بيكوا وفرحان بيكوا وفرحنا بيكوا بعد ما لعبتوا كمان في الفريق الأول. بتحس أنا كان يعني أنا اللي كنت بلعب، يعني أنت مكان بتلعب كنت عندي ناشئ ودلوقتي بيلعب في فريق الدرجة الأولى، في حاجة جميلة جدا. ليك بصمة عليه، يعني مش بصمة، يعني ساعدت مع المدربين كمان، مش أنا بس، كذا مدرب كمان مرنكوا وطلعتوا وانجزتوا في الفريق الكبير وفي منتخبات مصر كمان. حيو. منتخب الناشئين لما رحت منتخب الناشئين. يعني انا احكي لك حته فقره كده، كنتوا طالعين من الاستراحه تحت وانا قابلتكم، كنت انت وعماد وحسام غالي وطالعين متضايقين قوي، فبقول لكم مالكم في ايه؟ قال لك كابتن اصل احنا كده مش هنلعب الفريق الاول. فقلت له، قال لي عشان بيجيبوا لعيبه من بره. قلت لهم انتوا لعيبه كويسه وان شاء الله، بس لما تجيلك الفرصه. حيو. امسك. حيو. فيها. حقيقة. وفعلا سبحان الله، يعني كابتن حسن شحاته وكابتن اسماعيل يوسف كانوا ماسكين منتخب الشباب وطلبوا منا غازين خمس لعيبه، قلت له لا احنا عندنا، تعالى اتفرج على الفرقه يا كابتن، خد اكتر هتاخد يعني. وما شاء الله الحمد لله، يعني فعلا حصل الكلام ده ورحتوا منتخب الشباب ورجعتوا من منتخب الشباب على الفريق الكبير ولعبتوا واثبتوا انه كنتوا فعلا نجوم. حقيقة. فدي اللي انا اتمناها ان شاء الله للنادي الاهلي، نفس الكلام يحصل ويتكرر تاني، ولاد النادي يطلعوا ويبقى نجوم ونجوم منتخب مصر مش النادي الاهلي بس. هنتكلم عنها طبعا خلال الفتره دي كمان، ما شاء الله في اعداد كبيره جدا بتطلع دلوقتي من قطاع الناشئين وبتلعب في الفريق للنادي الاهلي، وفي لعيبه معلمه وظاهره خلال الفتره دي. لكن يعني واحنا كنا بنتكلم النهارده عن الكابتن وليد سليمان، بقول لكل جمهور النادي الاهلي وجه رسالتك للحي وليد سليمان، ابعته لنا دلوقتي على الاشبال وعلى قناه الاهلي، واحنا هنقرا رسائل حضراتكم كلها زي ما احنا شايفين الرساله قدام حضراتكم. وجه رسالتك للحاوي وليد سليمان، وان شاء الله بعد شويه هنقرا كل رسائل جمهور النادي الاهلي، رسائل محترمه للمحترم والنجم الكبير الكابتن وليد سليمان. كابتن فوزي، وليد سليمان واحد من نجوم النادي الاهلي ما شاء الله على مدار 11 عام، يعني اعطى الكثير والكثير للنادي الاهلي. رسالتك وكلمه منك للحاوي وليد سليمان وهو النهارده خلاص بيعلق حذائه وبيعتزل كره القدم. يعني أنا بقول وليد سليمان من نجوم النادي الأهلي فعلا الفترة اللي فاتت، وفعلا عمل بصمة في النادي الأهلي وأحرز بطولات، ودي أهم حاجة في اللاعب أنه بيحرز بطولات للنادي بتاعه ومنتخب مصر. وليد سليمان نموذج فعلا، ما شفناش منه أي حاجة خارجة، ما شفناش منه أي مثلا طرد أي حاجة، طول عمره في الملعب نموذج فعلا يحتذى به. إحنا بنقول للشباب بتاعنا لأولادنا في الأكاديميات، أنتوا تملوا شوفوا اللعيبة بتاعت النادي الأهلي الكبار اللي هم موجودين. لازم يبقى ده الصوره بتاعتك اللي انت يعني ايه بتاخدها تمشي عليها، تشوف لازم تقتري بيه ان هو ده النجم اللي انت تبقى زيه. فتملي النجم ده، يعني بقول لوليد سليمان طبعا انا عارف ان هو من جواه حزين جدا
انه يعني بيعني اعتزاله، لان انا تعرف كلنا لعيبه ومرينا بالفتره دي، الملعب دي انه يطلع من الملعب دي كان بتبقى يعني حاجه بتخليك مثلا تعبان جدا، لان بعد كده كان بنتمنى له ان شاء الله وليد ده قرار بياخده انه قدم عليه فعلا وساب بصمه جامده جدا، واتمنى له باذن الله يا وليد باذن الله ربنا هيكرمك ويكرمك في حياتك اللي جايه، سواء دخلت بقى في التحليل او في التدريب او في اي مجال هتختاره، ربنا يوفقك لانك انت نموذج ونموذج محترم جدا ونجم من نجوم النادي الاهلي، نتمنى له التوفيق باذن الله. ان شاء الله. كابتن فوزي ما شاء الله وحضرتك بتتكلم عن اكاديميات النادي الاهلي عاملين شغل يعني اكثر من رائع مع الكابتن عبد المنعم شطه، وما شاء الله افتتاح اكاديميه في السويس، في بني سويف، في سينزو، في الغردقه، عاملين شغل يعني هايل. والله يعني الحمد لله الكابتن شطه الصراحه يعني عامل مجهود كويس جدا وقايم بمجهود يعني على مستوى الجمهوريه، ان احنا دي الرساله اللي احنا بنقدمها يا كابتن اسامه، اللي احنا بنقول ان الولاد في الاكاديميات احنا مش حكايه اكاديميه وخلاص، احنا بننطق عندنا الاكاديميه في مدينه نصر، دي من الاكاديميات اللي يعني الكبيره، الفرع الرئيسي فرع مدينه نصر، فرع الشيخ زايد في الاهلي برضو، الكابتن وائل كامل في فرع مدينه نصر، امين عرابي في الشيخ زايد، في كل رحنا افتتحنا انا والكابتن شطه والكابتن اكرامي والكابتن ياسر ريان، رحنا اللي هي كان بني سويف، يعني بني سويف عملنا فيها فرع في جامعه النهضه، يعني صراحه الدكتور حسام الملاحي ده رئيس الجامعه شخصيه محترمه جدا، استقبل النادي الاهلي واستقبلنا بترحاب جامد جدا، اسم النادي الاهلي يا كابتن اسامه اسم كبير مش قليل، فلما بتروح في اي حته في اي مكان في بني سويف في اي مدينه من مدن القاهره الكبرى وبنشوف فيها الاستقبال بتاع رئيس الجامعه وحتى السيد المحافظ محمد اهاني غنيم حضر بنفسه وجه رحب بينا وسجلنا معاه وسجلته معاه الكاميرا الاشمال متواجده في الحدث جميله زي. جدا، وانتم يعني اشكرك طبعا يا كابتن اسامه بجد على ان الكاميرات بتاعتك لان بتسمع كاميرات انا يا كاميرات لا قناه النادي الاهلي لا البرنامج بتاعك يعني فعلا واصل لما كنا هناك بنتكلم عليهم فرحانين جدا ان الكاميرات بتصور عندهم الاولاد هناك والاولياء الامور قالوا لنا ان احنا بنتابع قناه النادي الاهلي وبنتابع البرنامج بتاع اكاديميات النادي الاهلي ونشوف الكابتن اسامه في حاجه كويسه جدا يا كابتن اسامه بجد انك انتوا بتبقى في كل حته، كنا في الغردقه نفسك شايفين الولاد بص قدامنا صور والنظام والالتزام والولاد ماشيه صف واحد وما شاء الله شايفين اعداد كبيره فحاجه مفرحه صراحه. بص يا كابتن اسامه الاكاديميه فيها تعليم في كل بنعلمهم في كل حاجه، النظام، الاحترام، الاخلاق، بعد كده بندخل بقى على الحاجات الفنيه. افتتاح اول يوم هنا في الغردقه. لكن في الغردقه الصراحه هناك نادي الغردقه الاستاذ ابراهيم ومدام نهله هناك والكابتن حمدي الكاشف برضو كلهم الصراحه وماسك الفرع واحد يعني برضو من ابناء الاهلي الكابتن محمد جوده طبعا من نجوم النادي الاهلي مدير الفرع هناك ولسه عامل شغل معاه مجموعه مدربين برضو من بعض المحافظات وهنا كان النهارده الكابتن شطه اهو موجود ومعانا الاستاذ ابراهيم اللي هو المسؤول عن المكان هناك والمستر مايكل برضو قطاع الناشئين كان معانا موجود وتامر حفني برضو كان موجود يعني واخدين معظم القطاع عشان الولاد هناك يشوفوا ان في اهتمام من القطاع الاكاديميه من الاكاديميه نفسها ومن قطاع الناشئين ان احنا بنتابع جميع الاكاديميات دي الرساله اللي احنا بنعملها، احنا مش عاملين اكاديميات بس كده، احنا عشان نكتشف المواهب، المواهب دي بتتمرن معانا وعلى مدربين على مستوى الخطوه اللي بعد كده بقى كابتن فوزي المواهب بتنتقوها من الفروع بترشحوها لقطاع الناشئين بنرشحها لقطاع الناشئين وبيجي فعلا يعني كابتن شطه عمل المره اللي فاتت ان جه كابتن خالد بيبو وجه مستر مايكل وجه تامر حفني وجم حضروا جبنا لهم مجموعه من اللعيبه المميزه واختبروهم فعلا وشافوهم وبيلتحقوا بيهم بيشوفوا المناسب منهم بياخدوه للفرقه بتاعتهم لو ما حصلش نصيب حتى الولد بيفضل معانا بنشتغل معاه المدرب بيشتغل معاه يرجع تاني برضو يبصوا عليه عشان هي دي اللي بيطلع منهم النوال تطلع منها للبراعم والقطاع الناشئين يبقى فعلا بنشوف المواهب بنعلمهم الاساسيات الكوره الباص والاستلام والتحرك بالكره الحاجات دي حسب السن احنا بنبدا من سن كام يا كابتن اسامه عندنا من 4 سنين ما شاء الله انت 4 سنين انتوا بتعلموهم الاكل مش بتعلموهم بنبعد بقى الكوره لا حاجات ترفيهيه يعني لما يجيبوا سن صغير هنا ولا حاجه الحاجات الترفيهيه يا كابتن اسامه الولاد الصغيرين دول ما بندينهمش الحاجات اللي لسه حاجات بيحببوا في الكوره بيحببوا في الكوره بيعلموا ازاي بيتابع مع المدرب
الحاجات الالعاب الالعاب الترفيهيه الخفيفه التحركات كده بتاع يبتدي بقى بعد كده ما يبتدي بالسن يبتدي بقى الباص والاستلام والتحركات وازاي بيمشي بالكره والزجزاج. اساس الكوره يا كابتن سامي هي الباص والاستلام والتحرك بالكوره. كويس. بعد كده لو اتعلم الكلام ده واحنا بننبه على المدربين بتاعتنا تملي ولما بنلف على الاكاديميات كلها ما شاء الله عندنا 20 اكاديميه يا كابتن اسامه على مستوى الجمهوريه. يعني انا لو قلت لهم لك معانا نجوم كتيره يعني جوده في محمد جوده طبعا في الغردقه ومعانا جمال مساعد فرع بني سويف اللي احنا فتحناه برضو في الجامعه هناك. يعني بننقي برضو النجوم. طب الخطوه اللي جايه فين؟ يعني اخر فرعين افتتحتوهم كان في احنا الغردقة. كنا في السويس اخر حاجه ايمن الخطوه حسين. اللي جايه بقى الخطوه الجايه ان شاء الله هنروح ممكن نروح اسكندريه بايونيرز هناك في الدكتور ياقوت محمود ابو سمره هو اللي ماسك فرع هناك في بايونيرز في اسكندريه. هنروح دمياط برضو فرع دمياط عندنا احمد نبيل هناك برضو من واحد النادي من ناشئين النادي الاهلي. يعني احنا تملي كابتن شطه بيشوف معظم الفروع بيجيب فيها نجوم النادي الاهلي عشان نعمل الانطباع اللي احنا متربي في النادي الاهلي ان النادي الاهلي ده نادي بطولات بيعلم الناشئ من صغره كده ان نادي البطولات. انا اتمنى ان شاء الله يعني الافرع دي والافرع كل الافرع الثانيه في الشرقيه وفي القطاميه وفي العبور موفق الباشا برضو في العبور ومعاه اسامه عباس هناك وفي اسيوط عدنان محمود برضو في اسيوط وفي في سوهاج. حلو الانتشار ده في كل المحافظات. في اسوان انت مش ناسي برضو صعيد مصر وصعيد مصر مهم قوي في مواهب كبيره جدا. يعني الصراحه لما رحنا هناك في بني سويف رحبوا بينا وقالوا يعني احنا نشكر النادي الاهلي ورئاسه النادي الاهلي الكابتن الخطيب على ان كنتوا عملتوا فرع في بني سويف وشكروا الكابتن شطه على اساس ان احنا جينا لهم الاولاد هناك يعني بيعشقوا اسم النادي الاهلي ويتمنوا ان هم يبقوا لعيبه في قطاع الاكاديميه والبراعم والناشئين ويبقوا نجوم من نجوم النادي الاهلي. فدي الرساله اللي احنا بنعملها الاكاديميات بتاعتنا ان شاء الله والكابتن شطه يعني بيركز عليها. دي في السويس صح؟ ده في السويس ادي الكابتن اكرامي والكابتن ياسر ومدربين السويس وادي ايمن حسين معانا. يعني الاولاد فرحانين ومبسوطين وبنروح له عشان بيحصل منا تدعيم لل انا دايما يعني اؤمن ان قطاع الاكاديميات قطاع مهم. جماهيريه النادي الاهلي في كل المحافظات بتكون متواجده في نادي السويس قطاع استثماري قطاع فني قطاع تصعيد لقطاع الناشئين سواء لاعبين او مدربين فهو قطاع مهم جدا قطاع الاكاديميات. وفعلا اتمنى بس الكابتن شطه بقى الفتره اللي جايه وانا دايما بقعد ازن عليه عايزين في افريقيا الكابتن شطه يعني ليه تواجد كبير وليه خبرات كبيره في افريقيا واشتغل قبل كده في الاتحاد الافريقي. الخطوه بقى اللي احنا بنرجوها منه ان شاء الله يبقى فيه تواجد لينا في افريقيا واكاديميات النادي الاهلي في افريقيا. والله ممكن ان شاء الله والكابتن شطه طبعا هنبلغه طبعا رساله وهو سامع لو سمعنا برضو يقدر يعملها لان انت عارف كابتن شطه خبره جامده جدا في الاتحاد الافريقي بجد يعني من الشخصيات اللي اشتغلت في الاتحاد الافريقي وعندها خبره جامده جدا ولف في معظم الدول الافريقيه فممكن فعلا يا كابتن اسامه بص زي ما بتقول كده ان يفيدنا في حكايه الحته اللي ممكن نعملها حقيقة. ونجيب ونطلع نجوم صغيره من هناك ويبقوا بعد كده يبقوا نجوم كبيره ويفيدوا الفرقه الكبيره. والنادي الاهلي ليه شعبيه كبيره كمان جدا النادي الاهلي مش افريقي. روح لفاصل كابتن فوزي وبعد الفاصل بقى اسالك عن التجربه وشفت ازاي تجربه الناشئين اللي صعدوا من قطاع الناشئين والفتره السابقه بيلعبوا مع الفريق وشفت التجربه دي ازاي ولكن بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بحضراتكم من جديد برحب بحضراتكم وبضيف الكابتن فوزي سكوتي. كابتن فوزي كنت بسال حضرتك قبل الفاصل عن تجربه النادي الاهلي عدد كبير جدا من قطاع الناشئين من اللاعبين خدوا فرص خلال الخمس ست مباريات السابقه شفت التجربه دي ازاي خاصة في لعيبة أجادوا بشكل كبير وبدأت الناس تثني على بعض اللاعبين. يعني أنا بقول ومين يعني اللي لفت نظرك كمان؟ التجربة كويسة جدا طبعا بس أنا بشفق على اللعيبة بتاعتنا اللي هم الصغيرين إن هم كانوا في أجازة ورجعوا من الأجازة كانوا واخدين أجازة وخلصوا الدوري بدري وخدوا أجازة فما كانوش بيتمرنوا استمرارية. ما كانش الموسم شغال يعني. ما كانش الموسم شغال يعني الولاد مش جاهزين فجبناهم واشتركوا ولعبوا. تملي يا كابتن سامي احنا كنا بنقول إيه؟ تملي اللعيب الصغير بيطلع في وسط اللعيبه الكبار طلع اتنين لعيبه بالكتير قوي تمام ان لما بيدخل في وسط الكبار بيكتسب الخبره وبيكتسب يعني بتكون الفرقه واقفه على رجليها ويقدر الموهبه اللي عنده تظهر والموهبه عنده يساعدوه اللعيبه الكبيره. يعني انت لما كنت بتلعب بيطلع لك ناشئ صغير مثلا بيبقى جنبك انت بتساعده ممكن بتقول له مثلا امسك هنا ارجع تاني اتحرك الحته دي خلي بالك وانت بتشوط مش عارف ابقى عامل الكوره الباص بتاعتك
بتبقى في توجيهات من اللعيب الكبير للعيب الصغير فبيستفيد منها. لكن فعلا يعني النهارده ماتش النهارده عجبوني جدا الصراحه، بنلعب فرقه كبيره يعني فرقه سيراميكا كليوباترا وعاملين شغل كويس جدا فريق سيراميكا. و يعني مصطفى شوبير مين اللي لفت نظرك بقى في اللعيبه؟ صراحه سواء مباراه النهارده او المباراه السابقه. المباراه السابقه انا مصطفى شوبير طبعا تجربه جميله جدا واستفاد جدا واثبت ان هو عندنا حراس مرمى ناشئين يقدروا، مش ناشئين بقى طبعا لان دول خلاص في الفرقه الكبيره، يعتبر يقدر يقف يبقى حارس مرمى فريق النادي الاهلي. تقدر تعتمد عليه. يعني معانا كابتن الشناوي ومعانا علي لطفي، علي لطفي ومعانا شوبير، شوبير وخلي بالك ايه حمزه علاء النهارده اللي شارك في بعض الوقت فرحان جدا. يعني في مصطفى مخلوف كمان، مصطفى مخلوف برضه هي لازم كده يا كابتن اسامه عندنا نجيب يعني نطلع من عندنا نطلع حراس مرمى ويختبروا وتشوف فعلا يصلح او ما يصلحش ويبان مع الماتشات، لان انت عارف انت طبعا لعيب كوره وعارف وجربت قبل كده، طول ما انت رجلك في الملعب هتلاقي نفسك مستواك بيعلى ويبقى في تنافس بين اللعيبه. مصطفى شوبير كان عندنا برضو يعني اللي عجبني كمان رأفت خليل النهارده جاب هدف حلو النهارده ومن اللعيبه المميزه. بص انا ببص عليها مش هدف كمان، التحرك بتاعه استلامه للكوره ازاي وسطه بيلف وحطها في الزاويه البعيده، الحاجات دي بتبين لك ان اللعيب دي عنده. بعد كده بقى المدرب بيشتغل معاه. جيبوا لنا الهدف بتاع رأفت خليل كده يا شباب يا ريت، عشان يعني كابتن فوزي سكوتي كان مهاجم كبير هو يحلل بقى. وفي برضه يعني محمد فخري برضه في نص الملعب مع الشغل مع الخبره. ادي الهدف بتاع رأفت خليل، اتفضل يا كابتن. بص ادي جريته استلامه للكوره وحطها وحط وش رجله الشمال في الزاويه البعيده، مع باصص على الجون وشايف الزاويه البعيده وحاططها. فرحته بص كناشئ صغير احرز اول هدف ليه في الدوري الممتاز. بص طبعا بص ادي اللعبه اتلعبت له، محمد محمود لعيب جامد جدا طبعا. بص ادي اللفه وحطها بوش رجله على طول، سندها برجليه اليمين. بص السنده الاولانيه دي مهمه قوي كمان. ايوه بيخرج نفسه بالكره عشان احمد سيد غريب في الشوط الاولاني سنده قدام الجون طولت منه شويه. فالسنده دي تفرق جدا، استلامك انت طبعا فرود وعارف استلامك حطيتها تحت رجليك قدامه. بص وادي اللفه وحط رجله وحطها في الزاويه البعيده. ده لعيب تقدر تقول بدل عنده الاساسيات دي، ده لعيب ممكن من اللعيب المميزه. محمد اشرف الباك الشمال بتاعنا برده لا برضه مجتهد جدا وتحركاته وبيشوط برجله الشمال وبيرفع برجله الشمال، تقدر تبني عليه انه لعيب مع ناحيه الشمال يبقى في الفريق الاول. نحطه برضه موجود محتاجه، هيلعب هيقعد بره مثلا برضه ما فيش مشكله، بس هيلعب برضه في اي وقت لان عندك خامه كويسه. عندنا برضه كذا يعني كذا لعيب، عندنا احمد سيد غريب يعني برضه احرز هدفين قبل كده في ماتش وبعدين قعد وبعدين لعب تاني، برضه جاب النهارده جاب جون وجاب ضربه جزاء تتحسب له طبعا. اللعيب يعني زياد طارق هو ما لعبش النهارده لكن طارق قبل كده برضه من اللعيبه الكويسه جدا، الامكانيات اللي عنده مع شغله ما هيبقى مع الفرقه الاساسيه لما ينزل في وسطيهم هيساعدهم جامد جدا بتحركاته، وشفنا قبل كده جاب جون كويس جدا جدا اللي عدى من الشمال وراح عاملها في الزاويه البعيده. امكانيات يا اسامه بتوريها ايه؟ انك انت اللعيب ده عنده امكانيات، لازم انا كمدرب استغل بقى الحاجات دي وامرنه عليها ويتمرن عليها في التدريبات ويشوف ازاي بتتلعب الكره ويعيدها له 10 20 مره في تدريب لوحده وتدريب خاص لوحده، تكرار يتعلم ويبقى في تقويه للقوة الجسمانيه عشان يبقى يقدر في الماتشات الافريقيه لما استعين بيه يبقى قوي يتحمل الخبطات والحاجات دي. فدي ده شغل بيحصل مع الولاد الصغيرين لما يبتدوا بقى يدخلوا مع الفرقه الكبيره. يعني انا متفائل ان شاء الله ان احنا فريق النادي الاهلي مع نجومنا اللي خدوا راحة. أيوة واللي أنا بقول عايز بقى نتكلم في النقطة دي، التحضير للموسم الجديد بدأ بالفعل، راحة اللاعبين الأساسيين اللي كان بقالهم 3 سنين ما فيش راحة سواء مع النادي الأهلي والمشاركة في كم بطولات كبير جدا ومشاركة مع منتخب مصر وهم كمان عناصر أساسية سواء في النادي الأهلي أو العدد الأكبر في منتخب مصر، راحة اللاعبين كانت حاجة مهمة برضك يا تمام طبعا يا كابتن أسامة. شوف أنا بقول لك يعني النادي الأهلي دفع الضريبه بتاعت ان هو نادي كاهلي نادي القرن صاحب البطولات العشره واحتفاله بالافريقيه، وبعد كده لما جه المنتخب فاكر لما المنتخب يحتاج اللعيبه ضحى باللعيبه بتوعه الاساسيين وراح كاس العالم للانديه ناقص يعني انت اللعبين. بتمثل افريقيا وبتمثل مصر وبتمثل كل العرب وكله انك بتلعب كاس عالم للانديه، ضحيت باللعيبه الاساسيه بتاعتك عشان خاطر المنتخب. المفروض كان اتحاد الكوره يعني يراعي النادي الاهلي عمله، يريح مش عايز اقول لك ايه الماتشات، النادي الاهلي 3 سنين اللعيبه دي ما ريحتش.
من ماتشات لبطولات لافريقيا لسفريات رايح جاي لسوبر وجاي وكاس عالم الانديه. اللعيبه كابتن اسامه انت عارف طبعا بيجي في فتره بيزهق من الكوره. التشبع ذهني زي ما بقول. لازم زي ما محمد صلاح ما عمل، أيوة. محمد صلاح عمل ايه؟ لما الموسم بتاعه عدد مباريات كتير في الموسم بيلعب اساسي تمام. لازم ليه شهر بيفصل تماما. لازم يبعد عن الكوره خالص. يبعد عن الكوره خالص، بيرجع له حاله الاشتياق تاني، لان احنا انت عارف احنا دلوقتي لو اي كوره بنشوفها بيبقى عايز نجري عليها، بس طول ما انت لو في المجال على طول بتجيلك نوع من الزهق زي اي حاجه. فلازم ياخد فتره راحه بعيد عنها. فاللعيبه بتاعتنا الحمد لله لعيبه كلهم نجوم من اول الشناوي لغايه محمد الشريف. يعني في جميع المراكز. حقيقي عندنا لعيبه احسن لعيبه في مصر. اللعيبه دي هتاخد راحتها، هتبقى في حاله استشفاء، هيتمرنوا كويس مع الصفقات الجديده اللي تدخل ان شاء الله. عندنا الدوري عندنا الدوري لسه في ان شاء الله في اكتوبر. عندنا افريقيا برضو لسه قدام شويه. فاللعيبه دي تكون رجعت خدت وعملت فتره الاعداد اللي انت مفتقدها بقالك 3 سنين من تلاحم الموسم. اللي انا عايز اقوله لك بقى يا كابتن اسامه، طول عمرنا ايام ما كنت انا بلعب وانت ايام ما كنت بتلعب لازم فتره الاعداد. لو فتره الاعداد دي ما اتعملتش للعيب هيقع. دي اللي بتوقفك على رجليك طول الموسم. كنا بنروح اي حته في مرسى مطروح مش عارف ايه، بتروح معسكرات بره، بتجري على الرمله، بتبقى دي الفتره اللي بتخلي فيك القوه توقف. البدنيه توقفك طول الموسم. مع الحفاظ بقى على انك ايه بتحافظ على التدريب، بتحافظ على ساعات النوم بتاعتك مهمه جدا، بتحافظ على نفسك زي ما بنشوف يعني محمد صلاح يعني. يعني فعلا شخص يعني هو لازم يديك مثلا هو ده الاحترافيه، النوم بدري، الصحيان بدري، التدريب كويس، الاكل كويس، هتلاقي زي الفل. الحاجه الثانيه اللي عايز اكلمك فيها يا كابتن فوزي، شفت ازاي الاهلي فقد بطوله الدوري، لكن تواجد جمهور النادي الاهلي في مباريات النادي الاهلي برغم النادي الاهلي خسر الدوري، وتشجيع ومسانده ومؤازره للاداره وللاعيبه، شايف جمهور النادي الاهلي ده ازاي؟ هتقول لنا يا شباب برضو جمهور النادي الاهلي في مباراه النهارده، وهي مباراه تعتبر خلاص يعني تحصيل حاصل، يعني ما لهاش لازمه يعني بلغه الكوره، والتواجد الجمهور والمسانده الكبيره من الجمهور ده جمهور النادي الاهلي الصراحه طول عمره بيقف مع النادي الاهلي في الحلوه والمره. النادي الاهلي كان ممكن النهارده ما تلاقيش حد خالص، 5 6 انفار وخلاص. راحوا النهارده عشان بيدوا درس لاي فرقه. انا بقف ورا فرقتي حتى لما زي ما فرحني تمام، انا ساعه لما بيكون في اي دروب لي انا بقف معاه. وفعلا جمهور النادي الاهلي لا جمهور النهارده يعني في مباراه اليوم الصراحه مباراه تحصيل حاصل، وبحييهم التشجيع والمسانده والدعم، تحيه ليهم على حكايه وليد سليمان برضو بيحيوه. يعني دي حاجه ده جماهير النادي الاهلي، دي رساله يا كابتن فوزي من الجمهور، من رساله من الجمهور اللي اعطى والاخلص وضحى في وقت من الاوقات واختار النادي الاهلي، فلازم يبقى فيه لازم تكريم ليه تكريم. ده جماهير النادي الاهلي طول عمرنا، هم الصراحه هم اصحاب الفضل علينا بعد ربنا طبعا. ان جماهير النادي الاهلي الصراحه كابتن اسامه انا بقول لك دلوقتي النادي الاهلي عايزين نتمنى من اتحاد الكوره والامن في البلد ان شاء الله ان الجماهير ترجع، جماهير النادي الاهلي او جماهير اي نادي شعبي، الجماهير دي اللي بتحيي الكوره، بتخلي اللعيبه اللي هو مش قادر يجري بيجري، بتخلي بتصنع لعيبه. الاشبال دول فعلا لما بيلاقوا الجماهير دي بتشجعهم هتلاقي اللي هم لسه طالعين الفريق الاول دول مش هنقول عليهم اشبال بقى خلاص، طلعوا الفريق الاول محتاجين التشجيع ده والدعم ليهم وتشجيعهم. فهم لما بيشجعوا اللعيبه دي طول عمرنا طول عمر النادي الاهلي هم اللي بيصنعوا نجوم وهم اللي بيعملوا بيفرحوا الناس. عهدناك رجلا وكنت على قدر المسؤوليه. دي رساله لجميع اللعيبه. شكرا يا حاوي، دي كانت رساله جمهور النادي الاهلي النهارده في ملعب. بص الولاد الصغيرين، بص الولاد الصغيرين شايلين العلم، الولاد الصغيرين والبنت الصغيره واقفين تحت، دي برضو بتدي رساله للاولاد اللي عندنا في الاكاديميات وفي الناشئين، تتفرجوا ادي اللعيب اللي بيدي وبيبذل مجهود وبيجيب بطولات، الجماهير ما بتنساش. لان الجماهير دي بقول بعد ربنا طبعا ليهم فضل جامد جدا، ويا ريت يرجع الاستاد ويرجع الملعب النادي الاهلي ساعه الماتشات يتملي اللي بيبقى 50,000 و60,000، وانت جربت طبعا وشفت لاعب رقم واحد، واحنا في اوضه اللبس قاعدين ولا بنسخن لسه ولا قاعدين بنغير وبنسمع الهتافات طبعًا. بتلاقي نفسك اللي جات لك بقى عايز حتى لو ما بتلعبش عايز تنزل تلعب طبعا. فدي جمهور النادي الاهلي رقم واحد، علشان كده دايما بنقول على الحلوه والمره، ودايما بنشوف كمان يعني في رسائل وكلام الكابتن محمود الخطيب الاسطوره محمود الخطيب لما بيوجه كلامه لجمهور النادي الاهلي، شوف الرقي
شوف الاحترام، شوف تقدير نجم كبير الكابتن محمود الخطيب لجماهير النادي الاهلي، الجماهير اللي صنعت شعبيته، الجماهير اللي دايما بتقف في ظهر النادي الاهلي، وهو بيقول جمهور النادي الاهلي هو السند وهو الظهر. شوف الرسائل المحترمه لجمهوره وجمهور النادي الاهلي. زي ما احنا شفنا رساله جمهور النادي الاهلي من ملعب المباراه للحاوي والنجم الكبير الكابتن وليد سليمان، تعالوا نشوف رسائل جمهور النادي الاهلي بقى على الفيسبوك اللي بعتوا لنا على برنامج الاشبال للكابتن وليد سليمان. جمال جمعه بيقول بالتوفيق باذن الله يا ابو سليم، كلنا بنحبك. سميره محمود له كل الشكر والتقدير وكل الدعم في القادم، له لاعب محترم صاحب مبادئ ربنا يوفقه. منصور ربيع ربنا يوفقك فيما هو قادم ان شاء الله. هيما المصري شكرا الكابتن وليد سليمان، ابو سليم الحاوي واحد بس اخر حاجه من ريحه الحبايب والله. اسماعيل كامل ربنا يوفقك يا كابتن وليد الحاوي رمز الوفاء. محمد حبيب بنشكرك يا حاوي على كل اللي قدمته للنادي الاهلي من عطاء وانتماء، كلنا بنحبك يا وليد وربنا يوفقك في حياتك. ياسر مزيكا كابتن وليد سليمان حاوي الكره المصريه، ربنا يوفقك في حياتك ويفرحك زي ما فرحتنا، وتاكد ان جمهور النسر العالي بيعشقك ومعاك دايما، وهو متاكد برضه. محمد خليفه ابو سليم الحاوي وليد سليمان كنت من ارجل واخلص اللاعبين، توحشنا، كل التوفيق فيما هو قادم باذن الله. محمود فتحي شكرا يا حاوي على كل ما قدمته من عرق ومجهود رائع من اجل جماهير الاهلي وربنا يوفقك في القادم. الحاوي واحد بس وليد سليمان، وطبعا كتب 11 ده كان رقم تيشيرت وليد سليمان. محمد الشرقاوي ربنا يوفقك يا ابو سليم يا حاوي يا ابن النادي بجد. ابو عبد الرحمن محمد كل التوفيق والنجاح الدائم باذن الله العظيم للكابتن وليد الخلوق. وسيم مزمل ربنا يوفقك يا ابو سليم، شكرا الصعيدي اللي مشرف في الصعيد الاخلاص والرجوله. كريم رونالدينهو راجل من ريحه الجيل الذهبي. راتب عبد النبي بيقول له كل الحب والاحترام والتقدير. ما شاء الله شايفين رسائل كتير جدا لوليد سليمان. محمد احمد اجمل من ارتدى رقم 11. مصطفى بيقول له شكرا يا ابو سليم. السيد بيقول له شكرا يا حاوي ربنا يوفقك ان شاء الله. رسائل كتير وحب، يعني مظاهره حب لوليد سليمان. ما هي دي اللي هو بقى بياخدها بعد المجهود اللي عمله جامد جدا بعد اللي بذله في البطولات اللي فاتت. الناس كلها بتقدر ازاي وبتشوف يا كابتن اسامه ازاي نادي اللعيب بعد ما خلاص بيختم حياته في الكوره، الناس كلها بتقدره ازاي، بتشوفه بعد كده بتقابله لغايه دلوقتي في اي حته بعد كده بعد 10 سنين ولا حاجه بيقابلوه وبيسلموا عليه وبيتصوروا معاه. هي دي الضريبه اللي بياخدها اللاعب بعد نجاحاته كلها في النادي الاهلي. النادي الاهلي يا كابتن اسامه نادي كبير، نادي مش صغير، نادي القرن، نادي حقق بطولات ان شاء الله. يعني انا بقول الفتره الجايه انا اطمن جماهير النادي الاهلي وكل الجماهير طبعا النادي الاهلي على مستوى الجمهوريه وفي افريقيا وفي الدول العربيه، النادي الاهلي نادي ممكن يمرض لكن لا يموت، النادي الكبير نادي القرن. واتمنى برضه دي يعني اللعيبه النهارده وهي نازله لابسين المباراه وهي لابسه التيشيرت بتاع وليد سليمان، لفته طيبه، حاجه جميله طبعا، تكريم للاعب، وهيبقى في تكريم من النادي الاهلي يا طبعا، نتمنى ان شاء الله مجلس الاداره ان شاء الله يكون في تكريم كبير يليق بتاريخ وليد سليمان. والله يستاهل يا كابتن. والله يا اسامه يعني انت شوف، انا وليد سليمان من الناس اللي انا بحبها جدا، لعيب على خلق ولعيب كويس، كان جامد جدا في ريو وكان بيحرز بطولات، لازم يتكرم وفعلا ودي الضريبه اللي هو بياخدها بعد نهايه مشواره الطويل الجميل في الكوره، انه بيتكرم من الجماهير وبيتكرم من اداره النادي الاهلي وبيتكرم من كل الناس بعد كده. عايز اروح معاك لملف برضو الدوري اللي انتهى وشفنا كم الاخطاء الرهيبه في التحكيم. شفت التحكيم ازاي؟ بص التحكيم عندي يعني تملي، كنت انا عشان بتابع الحكام تملي يا كابتن اسامه من القطاعات الناشئين من الدوري الممتاز من تحت، يعني من تحت الحكام لازم، ده يا كابتن اسامه لازم يبقى في العين اللي بتراقب الحكام من صغرهم بتوجههم ازاي، لازم بيشوفوا الاداء بتاعه جوه الملعب،
هل بيقدر يتحكم في مشاعره؟ هل بيقدر يتحكم في اللعيبه اللي موجوده؟ هل بيقدر يسيطر على المباراه تطلع؟ لان في ماتشات بتتلعب في حتت طبعا صعبه جدا، الحكم طبعا بيخاف من الجماهير والحاجات دي، فغصب عنه بيدي تحكيم غلط. التحكيم اليومين دول اللي احنا شايفينه، الفار بيساعدك. انت واخد بالك؟ يعني انت دلوقتي الاتحاد الدولي عمل الفار ده عشان يساعد الحكم. انت خد قرارك وما تخافش من حاجه وارجع للفار، ولما ترجع للفار انت بيبان لك. احنا بالتملي بنقول ايه؟ الحكم ده برضه بني ادم اسامه، واساس اللعبه الكوره، يعني الحكم زي اللعيب، بس يمكن عشان انت ما تقدرش تعمل ماتش كوره من غير حكم. فانت متخيل ثلاث حكام معاك، الحكم والاثنين لاين مان، وفي اثنين قاعدين جوه على الفار. انت لازم تكون اللياقه البدنيه بتاعتك قويه، لازم تكون ذهنك حاضر. الكوره بتشوفها، لان هو بيشوفها في لحظه، احنا بنشوفها في الاعاده مثلا خمس ست مرات. لا بس دلوقتي بقى في فار دلوقتي، ما هو الفار بيقعد يشوفها وساعات بيتاخروا بيقعدوا يا جماعه بتشوفوا ايه؟ ده هي خلاص اللقطه، يعني انت شفت ان الكوره دخلت جول واللاين مان مش مدي اوف سايد، فيروح مرجعين يروح عامل لك الخط. طب الخط ده طلع غلط، عمل اللي قاعد على الفار عمل الخط غلط، يروح ضيع مثلا ماتش على فرقه. يعني دي من ضمن الحالات اللي حصلت قبل كده، في ناس بتتظلم كتير. فانت كحكم لازم تبقى ذهنك حاضر يا كابتن اسامه، زي ما بقول لك، ولياقته عاليه. ده اللي يعني قبل ما ياخد ماتش وبيتقيم على اساس انه يقدر يحكم الماتشات دي اللي هي ممكن تديك مسابقه، تكسب فيها مسابقه وممكن تخسر فيها مسابقه، ممكن تهبط الدرجه. خطوه تعيين كلاتنبرج للتحكيم، والله هم استعانوا بيها طبعا، لان يعني انا كنت بتكلم مع قاعد الحكام من شويه، فقال لي وجوده افاد الحكام في حاجه، انه بقى يركزوا كويس. ايوه، بقى في مبدا الثواب والعقاب. كابتن عصام عبد الفتاح قبل كده مش متواجد على طول، مرتبط بسفريات مش موجود. بعد المباراه لازم يحصل تقييم للحكم، لما تخطي تعرف انك عندك خطا في الحته الفلانيه علشان تتعلم وعشان ما تكررش نفس الخطا. تمام، يعني كان الكابتن عصام متواجد وقت الاخطاء، يطلع يبرر ويدافع بس. طب فينك من تصحيح الاخطاء؟ كلاتنبرج دلوقتي ادى لازم يبقى في احتكاك في اللعب، ولازم اللعب يستمر، مش كل شويه صفاره. مش كل النهارده الحكم اللي بيمتلك الشاره الدوليه ممكن تتسحب منك لو انت مستواك مش قد المسؤوليه. فبدا النهارده الحكام، لا ده احنا ورانا واحد في ثواب، في على طول ورانا ثواب وعقاب. صح، فانت دلوقتي كحكم زي اللعيب، هتنزل تجيد هتلاقي الناس بتسقف لك، مش هتجيد هتلاقي نفسك في عقاب. هو لازم الحكم يبقى عارف كده برضه، يبقى نازل مركز. حقيقة. وبعدين الحكم لو غلط لا لازم في عقاب. ممكن مش لازم تعلن على العقاب، بس ممكن ما يحكمش مثلا فتره. يبقى ما يحكمش ماتشات الكبيره تضيع فرق. طب اذا اذاعت هتبقى الفتره القادمه الحوار اللي بيحصل بين حكم الساحه وحكم الفار، الحاجات اللي كانت بقى احنا طب ايه اللي بيحصل، مين المخطئ، الكلام ده. فبدا النهارده كلاتنبرج يقول انا هعلن على الهواء خلاص من خلال مثلا موقع الاتحاد الحوارات اللي بتحصل عشان الناس تبقى عارفه ازاي. فالنهارده كل واحد بيتحط قدام مسؤوليته. هو طبعا هتلاقي الحكم مع الحكم الفار بيقول له هات لي من الزاويه الفلانيه، هات لي من الزاويه دي، طب ارجع تاني كده، طب شوف مثلا اللعبه من ساعه ما اتلعبت اللعيب جري ازاي، في زقه، في كوع، في حاجه. فحتى كان في ماتش اللي هو مانشستر يونايتد، كان في ضربه جامده اللعيب شفناها كده، الفار ما معلقش عليها واتلعبت كورنر ودخلت جول، فرقت جامد جدا برضه. طب ففي غلطات بتحصل مع في الفار، لازم يرجع للحكم بسرعه. دي هتفيدنا وتفيد الكوره، وده اللي احنا الهدف منه. ما حدش عايز حاجه، يعني مش عايز الحكم يحسب لي حاجه، لكن انا عايز حقي بس. وبعدين انت ما تخافش يا حكم، في الفار. الفار قال لك خلاص اوكي ده تمام، ما بيبقاش فيها مشكله. نتمنى لهم الصراحه، لان زي ما بقول لك يا اسامه الحكم ده من الاساسيات، من الكوره هو اللي يخليها تلاقي الماتشات كويسه، وممكن يخلي لك الماتشات يحصل فيها حقيقة. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان هما بس يبقى يركزوا كويس ويبقى ذهنه موجود ولياقته عاليه ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن فوزي. يا كابتن اسامه استمتعنا بالحوار معاك. انا سعيد ان شفتك، بقالي فتره كبيره ما شفتكش، وتتكرر ان شاء الله. ان شاء الله وعايزينك ان شاء الله. واشكر طبعا الكل، المخرج وكل القائمين على البرنامج ده. البرنامج بتاعك الحمد لله متشاف، لما انا جربنا وسافرنا وعرفنا اولياء الامور قال لك ان احنا بنتابع برنامج كابتن اسامه اكاديميات، عشان كده بتبقى يعني نتمنى ان شاء الله تبقى معانا واحنا معاكم دايما. المره الجايه باذن الله هتبقى يعني حاجه جميله لينا باذن الله ان شاء الله. بشكرك، شكرا جزيلا كابتن فوزي سكوتي نجم الاهلي السابق اللي شرفنا ونورنا، وهو المشرف العام على قطاع اكاديميات النادي الاهلي في القاهره، وعاملين شغل اكثر من رائع. بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا، ونشوف حضراتكم الاسبوع القادم وحلقه جديده من الاشبال.